واحد ندوه صحفيه اللي طرحنا فيها الجديد ديال لا مارك. دونك كانوا عندنا لي تيليفون 0 اولترا و 020 في لا سيري 020. هذه هي الفلاكشيب ديال انفينيكس، يعني احسن تليفونات اللي كتقدر دير لا مارك. وبالنسبه ل 0 اولترا فهو احسن تليفون دارتو انفينيكس ليومنا هذا. كيجيو فيه خصائص اللي اول مره غادي نشوفوهم في ان تليفون، ومنهم لا شارج رابيد، يعني سرعه الشحن هائله اللي كتمكن اننا نشارجيو التليفون كله من 0 ل 100% في 12 دقيقه فقط. وعندنا حتى لا كاميرا برينسيبال ولا الكاميرا الرئيسيه اللي كتوصل ل 200 ميجا بيكسل، وفيها واحد لو ستابيليزاتور ديماج، يعني الا كنا كنتحركوا وصورنا كتكون ليماج ولا لا فيديو ديالنا كلير فلويد ما فيهاش الاهتزازات. بالنسبه للهوت 20، لا سيري هوت 20 اللي حتى هي طرحناها اليوم، فيها ثلاثه ديال لي موديل، فيها لو هوت 20 اس ولو هوت 20 ولو هوت 20 اي. وهاد لي تليفون كانوا بشراكه مع شركه فري فاير، ودرناهم باش اننا نشجعوا لي جيمر او لا اللاعبين في المجال ديال الالكتروني، اللعب الالكترونيه. درنا لهم هذا الهاتف اللي فيه امتيازات بزاف بالنسبه لهم، واللي غادي يمكنهم انهم يقدروا يلعبوا بتقنيه، وهو هاتف اللي يقدروا يخدموا به حتى اللاعبين الاحترافيين في الجيمنج، يعني ماشي غير بوغ لي زاماتور. كنتمنى ان هذا الهواتف ينيلوا اعجاب ديال لي كونسوماتور ديالنا، وحنايا كنحاولوا دائما اننا نعطيوهم لا تكنولوجي جديده، ونبقاو دائما بثمن مناسب. اولو 020 اللي بجوجهم فيهم لا 5G، سيغت اليوم ما كايناش مازال في المغرب، ولكن لي كونسوماتور ديال انفينيكس يقدروا يستعملوها على برا، ونا طوندو انهم يطلقوا لنا لا 5G في المغرب. دائما اليكوت دو كونسوماتور، يعني كنحاولوا نسمعوا اشنو باغي لو كونسوماتور ديالنا، وكنعطيو ان تليفون اللي فيه لي كاركتيريستيك اللي بغاها هو. يعني كنسمعوا ليهم كو سوا في لي ريزو سوسيو اولا كنتلاقاو بهم اون بيرسون. دايوغ حتى اليوم راه كاينين بزاف ديال لي كونسوماتور ديالنا اللي جاو حضروا ليفينمون، وغادي نتلاقاو معاهم من بعد باش نسمعوا شنو هما باغيين في التليفون. وهذا الشيء كله كنبارطاجيوه مع ليكيب تكنيك ديالنا دو برودكسيون اللي كاينه في لاشين، باش اشاك فوا كنخرجوا اون نوفيل تكنولوجي كتجي كتجاوب على لا دوموند ديال لا كليونتيل. يعني ما كنخرجوش شي حاجه جديده غير باش نخرجوا الجديد، ولكن دائما كنكونوا هنايا باش نجاوبوا الناس اشنو باغيين ونعطيوهم ليهم. والحمد لله كاينين دي غوتور مزيانين على انفينيكس في المغرب، كاع لي زوتيليزاتور كيشكروه. وحنايا متاكدين ان هاد الهواتف الجداد اللي غادي يخرجوا ابارتيغ دوجوردي غادي ينيلوا الاعجاب ديال الناس، وغادي يشريوهم ناس بزاف.